السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في قناتنا الرياضيه. مرحبا بكم لي زابوني تاعنا، مرحبا بكم الناس الجي اس كا. موضوع مهم جدا 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 الناس الجي اس كا راح نطرحه الان، والكل لازم يشارك في الموضوع هذا، واللي عنده معلومه يفيدنا بها يقدر يفيدنا بها، لاني راح نعطي لكم واحد المعلومه قريتها في الكومونتير ونشوفوا لك كان صحيحه ولا لا. اول الموضوع تاعنا هو انه الشاب يريد فتح راس مال شركه موجه مباشره لشركه وطنيه. هذه الشركة الوطنية والله قادرة تكون خاصة منيحة، يعني لازم تكون بقيمة شبيبة القبائل. هذا هو الشاب ومطالب ناس الجياسكا في هذه الأيام. دوك نقولوا له كيفاه ولماذا. الكل لازم يشارك في الموضوع هذا باه يجي موضوع مريح بربي إن شاء الله. الحاجة لازم يكون هذه لحاكمين شبيبة القبائل، نتمنى أنه إذا كانوا يحبوها صح وعندهم الحب تاع شبيبة القبائل وحابين شبيبة القبائل ما تبقاش في الدونجي، لازم يتقدموا بطلب رسمي لجلب شركة وطنية كبيرة بتسيير احترافي. دوك ركزوا ركزوا لي لتسيير احترافي وتحبس علينا تسير هذا الهوات، يعني أنا مع كل احتراماتي لأنه التسير عنده مالي. هذا هو قيمة شبيبة القبائل، لازمها مسيرين كبار حتى تخرج من الوضعية هذه، لأنه والله صدقوني باللي باللعبة تاع البارح وسوء تسير، لأنه به يروح مدرب في وقت حساس، هذه ما هضمتهاش أنا، صدقني ما هضمتهاش، ما قدرش نتقبلها، لأنه مهما يكون وضع هذا سيد إلا في حالة موت والله حاجة بالك نقدر نحضره، ولكن مهما يكون أنه الخاص الأكبر هو شبيبة القبائل. أنا ما قدرش نطلق أونطينا في وقت كي حساس كيما هذا، تولي نولي ولا التسيير الاحترافي اللي هو لازم يكون هناك شركة، ما يهموش الأسامي اللي راح تجيبهم، حابة تجيب فلان والله علان، احنا ما لا فلان ولا علان، شركة هذه تكون عندها إدارة سبيسيال تخصصها للسبور، تخصصها للسبور، عندها مالها وهما يخيروا أهل السبور ولاد الشبيبة اللي قادرين يقدروا يخرجوا شبيبة من هذه الوضعية، وثانيا أنه قادر يسير في شامبيونة كما هذه، ثالثا أنه على علم بكرة القدم بحاجة، وهذه هي المهمة، أنه لازم كيجي يلم الجمهور، يولي جمهور واحد لشبيبة القبائل، مش جمهور منقسم على ثلاثة والله كل واحد واش حاب للمسير اللي حابه. هذه هي، وراح نحكيوا على بعض المعلومات اللي ربما كاين اللي يقدر يفيدنا اسكو كاينه منها هذه. والله في واحد الكومنتر انه الشركة طلبها الرجال من خارج اسوار شبيبة القبائل، ليسوا مساهمين ولا تجار ولا اي صفة في شبيبة القبائل. هذا كومنتر قريته، قال لك وانا متيقن ان الملف موجود، ولو تأتي في هذا الوقت سيخرج الينا التجار ويصرحوا انهم جلبوا شركة. المهم حتى نتكلم بصراحة، ملف الشركة موجود فعلا على مستوى الهيئات وبإذن الله فيها خير، ولكن معنى انه كاين تجار حبوا يساهموا ومش مساهمين، تجار هادو مش مساهمين دركا في الشركه هذه، وحبوا يدخلوا ويديروا شركه ويدعموا. المهم شركه خاصه تبان لي، حنا المهم تكون شركه خاصه لازم كبيره ثاني تليق به صباح شبيبة القبائل، او شركه وطنيه ثاني كبيره على غير سورناطرا كما حاكمين لي زيكيب الاخرين. هذه هي شبيبه، نادي كبير نورمالمون تاريخها وتاريخ تاعها الشركة الوطنية تجي وحدها بلا ما يدومونديو. كاين واحد الخبر تاني يقول لك انا ما سمعتوش، يعني طاح لي تاني في واحد الكومنتير بصح ما قدرش هذه بالك ما ضرنيش تطبقوا الوقت الحالي، وقادر تطبقوه وان تبقى في الوقت الحالي. شبيبة راهي مش من اللي دخلوا في الاحتراف صدقوني، لانه تسير هاوي تسير كارثي، ما كانش احتراف خلاص في شبيبة قبائل تقريبا ما لاباليش انا منذ سنين ما كانش تسير جيد هكا. تولي قال لك قادر البطوله ستلعب ب 8 فرق، واللي يسمى الفرق هذه لازم تكون دخلت الاحتراف على
حقيقي، والدولة تدرس من هي الفرق التي ستمنح لها شركات. أنا أظن الدولة كي تدرس يبين باللي راح تمد للشباب تاريخها، محال الدولة مش هتعطيك تعطي الشباب القبائل شركة وطنية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من المنبر هذا الشباب وهذا اللي حاكمين شباب القبائل اللي حاكمين الهاوي يديروا طالب بهي تحكمنا شركة وطنية. الأقل تخرج شبيبة القبائل من الوضعية هذه، لأنه ومهمش شكون المسيرة حتى وين يخليوا المسيرين هادو، المهم يبقوا هادو المسيرين يوليوا شحارة، ما يمدوا حتى دوروا، ما يساهموا، ما ولوا، يخليوا تسير من شركة وطنية ولا عنده أفكار، ولا عنده أفكار، ولا كان دارت فيهم كونفيونس الشركة هذه وخلات هادو المسيرين أو جابت مسيرين واحد أخرين. احنا ما عندنا حتى اعتراض، المهم واحد يعرف البالو، يعرف يجيري مليح، واحد كراك كراك هكا فيه، سواء في الأموال، سواء في اللاعبين، سواء في المدربين، سواء في كده، سواء في الإدارة، تسير الإداري هذا، ومش يقدر أي واحد يسير الإدارة. تاني عنده أفكار ثم أفكار احترافية، أفكار ما ميخليش النادي مبلوكي، دائما ساعة يجري وراء الأموال، ساعة الأخر مسلفوني، ساعة الأخرين مبلوكين الكونت، واحد أو الأخر راني نسال وهذوك الأموال كدا، المطعم يسال، المهم كل واحد واش عنده أسباب. هذه لازمها تقضى هذه الحوايج، لازم ما كان في شباب قبائل، سينو ما يدخلوش الاحترافية ويبقاو هكا وما يطلعش عليهم الفاطمي كما يقولوا. هذه هي شبيبة بحاجة إلى شركة حتى ترجع شبيبة قبائل تازمان. شبيبة بحاجة إلى رجال يخرجوها من وضعية هذه، الرجال ثم الأموال، لأنه الرجال صح كي هدو كاينين، لازم كاين أموال باه تخلي الرجال هدو يقدر يخدم أعلاز. وتاني الأفكار، تاني يرجعوا الكونفيونس تاع الشعب القبائلي، باه يرجعوا الكونفيونس تاعهم ليه، ولي شاب ماهوش يدخلوا الشك في ليكيب تاعه، والله يدخلوا الشك في ديريجون، والله هذا على بالي بلي الاموال والشركه لما تجي تتعدل الحاله وتكون احسن انه راح يكون كل واحد في بلاصته، ولما تجيب الرجل كما يقولوا الرجل المناسب في المكان المناسب. هذه هي هذا هو امتيازات الشركه الوطنيه. وامام طون ماش هذاك اللي يجي هكا يقول لك يدير بارب وغنيا واني نصرف واني قاعد نمد وكذا ونمد ونجيب، كل واحد كيف يدير. خويا ما تمد ما والو، نديروا له شهريه وديرها عمال خدمه شركه وطنيه. إن شاء الله إن شاء الله لا عندها أفكار تنتج لا عندهاش. هذه هي هذا هو شبيبة بحاجة إلى دعم أنصارها حتى يكون لها شركة وطنية. إن شاء الله إن شاء الله أتمنوا أنه الموضوع مهم هذا بتشاركوني فيها جماعة، لأنه موضوع مليح، لأنه معلومة يفيدنا بها، وإحنا نتعلموا من بعض اللي زابوني تاعنا. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، ما تنسوش يا جماعة بارطاجيو ماكسيموم، أبوني في القناة ليصلكم كل جديد. جام وسلام خاوتي.